انا عايز اقول حاجه بس عايز اقول حاجه بص بتقول لك ملك ولا اللعب وبت يعني بتقول لك الموضوع يعني عادي بص هي مركزه قد ايه طبعاً. بص لابسه ايه تعرف ليه بص بص الياقه بتاعتها مكتوب انا استاذ باسم المخرج عايزين نشوف الياقه نشوفها ازاي باك تو سكول بص بص مكتوب ايه على الياقه باك تو سكول بدي اقول ثانكس لطارق خير الله الديزاينر يلي هو فكر بهيدي الفكره لا ديزاين حلو وجميل وتحيه ليك يا رولا وتحيه للديزاينر وداشنج ديفا يعني جايه بص عايز اقول لكم برده باك تو سكول على الياقه وعايز اقول لكم برده بص الياقه جوه البلوفر مفيش اي حاجه